بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه تم الصلاه وجل التسليم. اما بعد، مما يسعدني ويشرفني المشاركه في اول نسخه من TEDX في جامعه الملك فهد بتور المعادن. معاكم جابر اليامي، خريج هذه الجامعه بتخصص هندسه ميكانيكيه. واليوم نريد ان نطرح سؤال مهم جدا: ما هو اغلى ما قد تملكه اي دوله، او بالاحرى وبالخص ما هو اغلى ما تملكه المملكه العربيه السعوديه؟ هذا التساؤل أجاب عليه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في عدة مقابلات. أغلى ما تملكه المملكة العربية السعودية هو شعبها، ومن أهم الفئات العمرية في الشعب هي الفئة العمرية المتراوحة بين 18 سنة و 30 سنة، فئة الشباب، لأنهم هم حجر أساس الحاضر للمملكة العربية السعودية، وهم حجر أساس وقادة المستقبل وقادة الرؤية 2030. ولكي تطور أي مولد تملكه تحتاج أن تنظر فيما يستنزف هذا المولد، تحتاج أن تنظر فيما يضر هذا المورد. من أكبر ما يضر ويستنزف مورد الشباب ويستنزف الشعب المملكة العربية السعودية العظيم هي الحوادث المرورية. الحوادث المرورية في آخر ثلاث سنوات من عام 2018 إلى عام 2020 تجاوزت 500,000 حادث للأسف، ومنها تكللت بما يزيد عن 150,000 إصابة و 15,000 وفاة حدثت ما بين عام 2018 وعام 2020. النسبة العظمى والغالبية العظمى من هذه الإحصائية للأسف الشديد كان للفئة العمرية التي تتراوح بين 18 سنة و 30 سنة. المملكة العربية السعودية قامت بدور عظيم من عام 2010 بإنشاء نظام ساهر. نظام ساهر هو نظام يقوم بالتحكم وفرض المخالفات المرورية على عدة آخر. نظام ساهر لديه عدة سلبيات، ومن أهم سلبياته أنه لا يعالج مشكلة الحوادث المرورية علاجا سلوكيا معرفيا. وأعني بذلك أن قائدي السيارات يرتكبون المخالفات عندما لا يكون ساهر موجودا، بالتالي لم يحل المشكلة حلا جذريا. من أكبر سلبيات ساهر كذلك أنه غير منتشر انتشار كامل في جميع أنحاء المملكة، مما يعني أنه لن يغطي جميع مناطق المملكة وجميع مدن المملكة. السلبية الثالثة أن نظام ساهر نظام يحتاج إلى كادر كبير لتوظيفه ولتشغيله ولصيانته، فبالتالي توسع هذا النظام على جميع أرجاء المملكة وتطبيقه على جميع أرجاء المملكة قد يكون مكلف جدا. ماذا لو كان هناك نظام لديه الانتشار الواسع في المملكة العربية السعودية، نظام يعالج مشكلة الحوادث المرورية علاجا سلوكيا معرفيا؟ وأعني بذلك أنه نظام يذكر السائق بأنه يقوم بالمخالفة ثم يخالف السائق إذا كرر وتعمد، وعن طريق تكرار التذكير بالمخالفات قبل إعطاء المخالفات لقائدي المركبات سوف يتطور السلوك العام للقيادة في المملكة العربية السعودية، مما يعطي المجال ويتيح المجال لتطور قيادة المركبات في المملكة العربية السعودية، مما سوف يقلل عدد الحوادث وعدد الإصابات والوفيات في المستقبل. باستخدام نظام تتبع المخالفات الذكي، وهو نظام يعتمد على وجود لوحة ذكية بعدة حساسات ترتبط بنظام السيارة، نستطيع تذكير قائد المركبة بأنه يقوم بمخالفة قبل إعطاء المخالفة، مما يعزز ويساعدنا في تطبيق العلاج السلوكي المعرفي. أتمنى المشاركة معكم في هذه النسخة، شاكر لكم استماعكم.